السادة المستشار المحترم، بغيت نشكركم أولا على هذا السؤال المهم. في البداية بغيت نذكر أن قطاع النقل عالميا وبمختلف أنماطه تعرف تحويلات وتطورات نوعية على مستوى الخدمات نتيجة تطور التكنولوجي السريع، ومن أهم التحولات التي ترتبط بقطاع النقل الطرقي للأشخاص ببلادنا هو اللجوء ديال المواطنين إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الذكية، ومن بينها تلك التي تقدم خدمات في مجال التنقل داخل المدارات الحضرية كما جاء في الكلمة ديالكم. في هذا الصدد ومن أجل إرساء أساس وقواعد المنافسة الشريفة بين جميع المهنيين العاملين في مجال نقل الأشخاص، غادي تقوم هذه الوزارة بدراسة هذا النوع من التحولات بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بهدف تأطير وتنظيم هذه الأنماط الحديثة للتنقل. وهذا الإطار غادي يهدف إلى الرفع من تنافسية مهني قطاع النقل للأشخاص ولا سيما قطاع سيارات الأجرة بفضل استعماله للتكنولوجيا الحديثة باش نضمنوا سلامة المواطن ونحسنوا من جودة الخدمات ديال التنقل المقدمة له. وشكرا.